الجمعية طبعا ليها يعني تاريخ طويل، بدأ من 72 ودخلت في أنشطة وفعاليات كتيرة في مصر عن السينما والنقد، وأعتقد معظم أعضائها موجودين في فعاليات كتيرة في مهرجانات مختلفة ومنها طبعا مهرجان القاهرة. ودايما يعني أول مرة بقى إن يبقى عندنا نوع من التحدي إن إحنا نعمل حاجة خاصة بينا بهذا الحاجة. طبعا نشكر يعني اداره المهرجان انها فكرت في فكره، لان الفكره صح من عندهم، هنعمل اسبوع النقاد الدولي. وزي ما قلت هو تحدي، لان اولا تحدي كاليات ازاي نعمل مهرجان، خاصه في يعني في نقول في الفكره او في الثقافه المصريه، عشان تبدا موضوع زي ده طب مين هيبتدي مين يعمل ايه، فيها مشاكل الصراحه كتيره جدا. الحاجة الثانية إن إحنا طب الأفلام دي كلها أفلام جديدة، يعني ما عندناش مراجع حقيقية نقول ده هناخد مخرج مين، ده المخرج ده كبير هناخده وكده، فإحنا لازم نشوف أكبر قدر ممكن من الأفلام. طبعا كانت فكرة إن إحنا نحاول يبقى في وورد بريمير، يعني قلنا هنأجلها للسنة الجاية، زي ما أستاذ سمير قال الموضوع متعلق بالآليات العرض والتوزيع في مصر، ودي بتأثر على المهرجان. وأعتقد مع يعني إن شاء الله إن المهرجان يثبت نفسه ويثبت أقدامه السنة دي، أعتقد إن السنة الجاية هيبقى في فرصة أكبر إن إحنا نلغي وورد بريمير. بس في نفس الوقت إحنا اخترنا أفلام أعتقد جيدة جدا، جالنا أفلام كتيرة، لأن إحنا كان عندنا سعي إن إحنا نحاول نوصل لأكبر عدد من الأفلام والتواصل مع أكبر عدد من شركات التوزيع والإنتاج. يعني جالنا رقم 520 فيلم، وبالتالي هو رقم كبير جدا حتى بالنسبة للجنة التحكيم. لجنة التحكيم شافت 78 فيلم منهم بس. في جزء طبعا يعني أنا كنت بتفرج على الأفلام وبشوفها. لجنة المشاهدة الأول أنا كنت بس بشوف جزء، لأن العدد كان كبير جدا، وحاولنا بحيث إن هي الأفلام اللي إحنا طلبناها، وده كان جهد شخصي من إدارة المهرجان، كان في حدود 200 فيلم، منهم اتشاف 78 فيلم إحنا شفناهم إن دول يستحقوا المشاهدة، وصراحة كان معظمهم على مستوى عالي جدا. بالنسبة للأفلام إحنا اخترنا 7 أفلام، وده جزء من اللائحة بتاعت المهرجان والأسبوع بتاعنا. خدنا فيلم، عندنا فيلم دانسينج ويز ماريا، ده إيطالي وأرجنتيني سلوفاني، ده فيلم جميل جدا وهيبقى ده فيلم الافتتاح، وده كان عرض في أسبوع النقاد في فينيسيا الأخير. في فيلم برضو آخر اتعرض في أسبوع النقاد فينيسيا الأخير، وهو طفل لا أحد، No One Child، ده فيلم صربي كرواتي، وده كان خد الجائزة بتاعت رارو أودينس أوردز بتاعت مهرجان فينيسيا اللي هي أسبوع النقاد. عندنا فيلم Hold Your Breath Like a Lover، احبس أنفاسك مثل العاشق، ده فيلم ياباني وده كان اتعرض في مهرجان لوكارنو هذا العام. عندنا فيلم آخر اللي هو فيلم ده إيرانيان فيلم، ده ياسين الإدريسي، وده إنتاج من هولندا ومن المغرب ومن مصر. في فيلم يعني هو موجود في البلد. اوكي. بالنسبة للجنة التحكيم احنا في خميس الخياطي، ده رئيس لجنة التحكيم من تونس، ديبورا يانج عضوة، وفي باربرا لوري عضو اخر ايضا، ديبورا يانج من امريكا وباربرا من فرنسا من المانيا ومقيمة في فرنسا. بالنسبة لفعاليات أخرى إحنا في يعني نوع من الاحتفاء بأسبوع النقاد تقريبا بتاع فينيسيا، بأن إحنا في الضيف بتاع مدير أسبوع النقاد اللي هو فرانشيسكو دي باس، وده هيحصل في لقاء معاه في المركز الإيطالي حوالين أسبوع النقاد، وهنعرض فيلم بعديها. في أيضا سيمينار بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
ده هيكون في القاعة الشرقية في الجامعة الأمريكية يوم 14 و15، هيبقى عن السينما المصرية وأفلام النوع، وفي أيضا هيبقى ندوة عن النقد السينمائي وكيف تصبح ناقدا، دي هتكون يوم 14 في المجلس الأعلى للثقافة. طبعا يعني كل البيانات موجودة في الملف الصحفي. شكرا. بس عايز ما قلتش لجنة تحكيم آفاق السينما العربية هي برئاسة الفنانة ليلى علوي وعضوية الناقد محمد رضا والمنتج التونسي نجيب عياد.